اهلا بكم من جديد في وصفة اخرى من وصفات مطبخ نصيرة. اليوم راح نشوفوا طريقة تحضير بسكوي غولي. بسكوي غولي يعني كما يعرفوه بزاف ناس، ما يحتاج مقادير كثيرة ايضا لتحضيره. وكانت ثاني طلبته مني وحدة من المتتبعين القناة، على هذا الشيء يعني قررت نديرها على جالها. اذا نقولها هذه الوصفة راهي مهداة لك خصيصا. اذا لتحضير البسكوي غولي نحتاج الى 4 بيض، 80 غرام فرينة، 120 غرام سكر، وهنايا عندي لا كريم او بور اللي كنت سبقت وحضرتها لكم، يعني راهي في فيديو وحدها. باش تشوفوا مقادير وصفه لا كريم او بور ضغطوا على الرابط اللي راه في الديسكريبشن تحت الفيديو وتشوفوا الوصفه كامله. انا راح نزين بها. الان نمر مباشره الى طريقه التحضير. اول شيء نحطوا البيض تاعنا في الخلاط، نضيفوا له السكر ونخلوهم يتخلطوا لمدة 10 دقائق. خلاص بعد مرور 10 دقائق نحلوا عليها. كما راكم تشوفوا يكون البيض تاعنا تخلط مليح هو والسكر وتضاعف الحجم. الان راح نضيفوا له الفارينة، نصفوها في المصفات ونكونوا طبعا شعلنا على الفرن باش يسخن لنا. نديروا درجه حراره 170 درجه ونخلوه يسخن. الان كنضيفوا الفرينه، نقعدوا نخلطوا غير بشويه من فوق لتحت هكذا. هكذا نخلطوا من فوق لتحت غير بشويه. هاد الوصفة تاع البسكوي غولي يعني تجي شابة بزاف، أنا جربتها شحال من خطرة يعني دايما تنجح لي بهذه الطريقة. هكذا خلاص تخلط لنا كل شيء مع بعض مليح. هكذا كما راكم تشوفوا أنا راني درت هنايا البابيي سلفوريزي في الصينية تاعي ونحكموها كالعادة من تحت غيب شوية تاع الزبدة باش تتماسك لنا مليح ما تقعدش تتحرك، ونفرغوا الخليط تاعنا. هكذا على كامل الصينية فوالا، ونديروها في الفرن نخلوها تطيب لمدة 12 دقيقة ونخرجوها. نخلوها حاش تكثر أكثر من 12 دقيقة، يعني ما نقصو يعني ما نقصو ما نزيدو، 12 دقيقة هذيك هي مالكش تطيب لنا بزاف. الآن راح نجيبو منشفة او سيرفيات كيما هكا يعني تكون نقية ونشمخوها شوية ونحطوها هكا من فوق. هكذا ونقلبو البلاط تاعنا هكذا ونقلعو البلاط وبشويه نقلعوا الطابيه سلفيغيزي
هكذا غير بشويه. الان راح نحط الطرف السربيته هكذا ونبدا نلوي من هذه الجهه هكذا وتلوها كاع هكذا. كي تكون منشفه يعني شويه مشمخه تساعدنا في لف البسكويت تاعنا هكذا. الان انا راح ندخلها للثلاجه تقعد يعني لمده هكا 10 دقائق ونعاود نخرجها. اذا بعد ما بردت لنا او برد لنا البسكوي في الثلاجه نعاودو نحلو عليها. هكذا ونعمروها بلاك كريم تاعنا في الداخل. انا كما قلت لكم هنا غادي ندير لا كريم او بور او كريمه الزبده اللي كنت مقبل درتها لكم، وهذا الشيء اختياري. نتوما قادرين ديروا الداخل الشيء اللي تحبوه، قادرين ديروا الكونفيتور كما قادرين ديروا ثاني لا كريم شونتيي، يعني هذا الشيء يرجع لكم الشيء اللي تحبوه يعني تقدروا ديروه من الداخل. هكذا ونخلو ثاني شويه تاع لا كريم انا غادي نزين بها من الفوق. والان نعاودو نبلو عليها نستعينو هكذا بلا سيرفيت الاولى ونلوو. هكذا الان غادي نعاود ندخلها للثلاجه، يعني ماشي بزاف ثاني من 5 دقائق حتى 7 دقائق قد ما تحكم روحها مليح، ونعاود نخرجها باش نزين. هذا هو البسكوي غولي تاعنا راهو جد. دونك كي نخرجوه من الثلاجه نزينوه. انا راني زينته بلا كريم اللي بقات لي، لا كريم وبور اللي بقات لي درتها من فوق، وزدت درت فوقها نواه كوكو او جوز الهند. وانتوما يعني كما تحبوا تزينوها بالشي اللي تبغوه والشي اللي متوفر عندكم. هذه هي دونك وصفه يعني سهله وبنينه بزاف، ما عليكم غير يعني تتبعوا الخطوات باش تنجحوا فيها. وكما قلت لكم انا درتها يعني بما انها وحده من المتتبعين طلبتها مني، دونك نقولها راني نهديها لك خصيصا ليك، ان شاء الله تجربيها انت تاني وتنجحي فيها. كالعادة نذكركم ما تنساوش الاشتراك في القناة، شاركوني باش تكونوا من متتبعين القناة ويوصلكم كل الجديد. إلى اللقاء مع وصفة أخرى إن شاء الله.